حنان اذا نحن اذا هلا ظهرت من هون وسافرت على بلدك وانا بقيت تكلم في الحقيقه وصار في المنطق ايه عن جد وصار انه انا مثلا ما اقدر اسافر او ما يعني انه ما عدنا شفنا بعض بس دلعنا بس ما عدنا شفنا بعض هتنتحر طبعا شو بصير فيك اي تنتحر يا حبيبي بس تفتح تشوف قد ايه عندها عالم بعد حتعرفني بس تعال تعمل لي بلوك تعمل لي بلوك على الانستا بلوك واتساب بلوك هيدا باي مين هيدا شايفت له صورته شي محل فاكراه قبل كده وين تنكرني مزبوط بس تشوف الصور تبع هالوين شوف منظري كيف لا اكيد ما بعرفه عن جد حزن اذا بتظهري لبلاد انا قلت لك يا جماعه والله 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 اللي بغى يتزوج ولا اللي بغى يبغيها هو هذا بغيوه وحق الله في عربي في قالت انه اذا حد في بنت مش لاقي شاب صدوق يحبها لازم تلاقوا شخص مثل رفاق يا سيدي على الكلام في شيء اكثر من هيك جاعدي يا جاعدي يا رجل من هيك حتى لو بيعصب حتى لو بتشوفوه بيعصب امرار علي او متخانق انا وياه بس عن جد ما في مثل قلب بعرف شو؟ شو بس تضرب من هون دايك تعرف فينا؟ شرد انتو اكتر رح تكونوا مشغولين مني اكد لك يبقى عن جد ما حدا بيعرف شو ناطره مرة مش هلاك عم قلك انا يعني خلص ما بدي هعمل جهد دل احكيكي هيدا بس انا في حدا لشوف بس انت لا انت رح تطلع رح تتصالح مع حبيبي تقنق تقنقنيش معه رفايل احقلك قصته شو فيه بده يطلع من هون بيتصالح مع رفيقته اللي بيحبها كتير قلنا عمل أكل قلت لي حايف مكلي أنا وقت أحكي منيح الحمد لله حنان كتير منيح وهلأ بدي أظهر مع رفيقتي لك هيدا مسلسل مكسيكي أنت رح تتغير؟ أنا لا حأتغير ما بعرف صراحة برافو بس أنا ما بحس أنا عن جد عم بحكي شو يعني؟ ما بحس رح أتغير بشو معك؟ بالأكاديمي أنا ما حأتغير معك؟ لا أكيد أنا متأكدة إنه رح يصير شيء بده يخليك تتغير معي بس أعطي اهتمام لحدا بس اهتم بحدا بالرغم إذا بحبه ولا لا ما بعرف أحكي أنا بحس إنه بس أعرف اهتم فيه وشو ويشوف هو إنه أنا بعرف اهتم فيه هون أنا أنا هون برتاح وأنا هلأ بدي إياه هيدا بهالفترة بحياتي ما بدي يكون عندي هالشخص لي لأنه بس تصير مزبوط بتصير بشعة بخسر صدقين يعني هلأ أنا الدستانس بيني وبيني كتير مبسوط فيه وما بدي أكتر منه صدقيني صدقيني لا بكل مزم بكل صراحة يعني كيف اهتمامي فيك وخوف عليك وهيك كتير ما بدي لأنه أزب أكتر من هيك مو عاول أخسرك وأنا هالشي بدي يعني مبسوط بالمسافة بيني وبيني يعني اللي حطيتيها أنت وكتير حلوة يعني أنا بحس أنه لو كنت واحد لو كنت غير هيك معك كنت خسرتك بس هلأ هيدا الدور انه خاف عليك وبعتن همك تكون حدك وتكون بس هيك وبس كثير مبسوط عرفتي كيف حبيبة هذا عم خبرك اياه مسافه